بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بجميل الأذكار، والصلاة والسلام على النبي المختار وآله وصحبه الأطهار. يواصل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية مجالسه الحديثية لقراءة كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. وبالإسناد المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: باب الدعاء بعد التشهد الأخير. اعلم أن الدعاء بعد التشهد الأخير مشروع بلا خلاف. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ثم قال في آخره: ثم يتخير من الدعاء. وفي رواية البخاري: أعجبه إليه فيدعو. وفي روايات لمسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. واعلم أن هذا الدعاء مستحب ليس بواجب، ويستحب تطويله إلا أن يكون إماما، وله أن يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا، وله أن يدعو بالدعوات المأثورة، وله أن يدعو بدعوات يخترعها، والمأثورة أفضل، ثم المأثورة منها ما ورد في هذا الموطن، ومنها ما ورد في غيره، وأفضلها هنا ما ورد هنا. وثبت في هذا الموضع أدعية كثيرة منها. ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. ورواه مسلم من طرق كثيرة، وفي رواية منها: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وروينا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال: هكذا ضبطناه ظلما كثيرا بالساء المثلثة في معظم الروايات، وفي بعض روايات مسلم كبيرا بالباء الموحدة، وكلاهما حسن، فينبغي أن يجمع بينهما فيقال:
ظلماً كثيراً كبيراً. وقد احتج البخاري في صحيحه والبيهقي وغيرهما من الأئمة بهذا الحديث للدعاء في آخر الصلاة، وهو استدلال صحيح، فإن قوله في صلاتي يعم جميعها، ومن مضان الدعاء في الصلاة هذا الموطن. وروينا بإسناد صحيح في سنن أبي داود عن أبي صالح ذكوان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. والدندنة كلام لا يفهم معناه، ومعنى حولها ندندن أي حول الجنة والنار، أو حول مسألتهما، إحداهما سؤال طلب والثانية سؤال استعاذة، والله أعلم. ومما يستحب الدعاء به في كل موطن: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والله أعلم. باب السلام للتحلل من الصلاة. اعلم أن السلام للتحلل من الصلاة ركن من أركانها، وفرض من فروضها لا تصح إلا به. هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير السلف والخلف، والأحاديث الصحيحة المشهورة مصرحة بذلك. واعلم أن الأكمل في السلام أن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، ولا يستحب أن يقول معه: وبركاته، لأنه خلاف المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد جاء في رواية لأبي داود، وقد ذكره جماعة من أصحابنا، منهم إمام الحرمين وزاهر السرخسي والروياني في الحلية، ولكنه شاذ، والمشهور ما قدمناه، والله أعلم. وسواء كان المصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً، في جماعة قليلة أو كثيرة، في فريضة أو نافلة، ففي كل ذلك يسلم تسليمتين كما ذكرنا، ويلتفت بهما إلى الجانبين، والواجب تسليمة واحدة، وأما الثانية فسنة، لو تركها لم يضره. ثم الواجب من لفظ السلام أن يقول: السلام عليكم، ولو قال: سلام عليكم، لم يجزئه على الأصح، ولو قال: عليكم السلام، أجزأه على الأصح، فلو قال: السلام عليك، أو سلامي عليك، أو سلامي عليكم، أو سلام الله عليكم، أو سلام عليكم بغير تنوين، أو قال: السلام عليهم، لم يجزئه شيء من هذا بلا خلاف. وتبطل صلاته إن قاله عامداً عالماً في كل ذلك، إلا في قوله: السلام عليهم، فإنه لا تبطل صلاته به، لأنه دعاء، وإن كان ساهياً لم تبطل، ولا يحصل التحلل من الصلاة، بل يحتاج لاستئناف سلام صحيح. ولو اقتصر الإمام على تسليمة واحدة أتى المأموم بالتسليمتين. قال القاضي أبو الطيب الطبري من أصحابنا وغيره: إذا سلم الإمام فالمأموم بالخيار، إن شاء سلم في الحال، وإن شاء استدام الجلوس للدعاء وأطال ما شاء، والله أعلم. باب ما يقوله الرجل إذا كلمه إنسان وهو في الصلاة. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. وفي رواية في الصحيح: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء. وفي رواية: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. باب الأذكار بعد الصلاة. أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة، وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة في أنواع منه متعددة، فنذكر أطرافا من أهمها. روينا في كتاب الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفي رواية مسلم: كنا. وفي رواية في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وروينا في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن كيفية ذكرها يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاثون. والدثور جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة، وهو المال الكثير.
وروينا في صحيح مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وروينا في صحيح البخاري في أوائل كتاب الجهاد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله تعالى في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. إسناده صحيح، إلا أن فيه عطاء بن السائب وفيه اختلاف بسبب اختلاطه. وقد أشار أيوب السختياني إلى صحة حديثه. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة، وفي رواية أبي داود بالمعوذات، فينبغي أن يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وروينا بإسناد صحيح في سنن أبي داود والنسائي عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث مسلسل بالمحبة، كل راو يقول لتلميذه: إني أحبك فلا تدع في دبر كل صلاة كذا وكذا، وإني أحبكم. وهذا إسناد مسلسل بالمحبة إليكم جميعا عني، فلا تدعوا في دبر كل صلاة أن تقولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال:
أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. اللهم أذهب عني الهم والحزن، وفي لفظ والحزن. وروينا فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. وروينا فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته لا أدري قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من الصلاة: اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. وروينا فيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وروينا فيه بإسناد ضعيف عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. باب الحث على ذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح. اعلم أن أشرف أوقات الذكر في النهار الذكر بعد صلاة الصبح. روينا عن أنس رضي الله عنه في كتاب الترمذي وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم يتبع بذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي بعض النسخ، يعني في بعض نسخ الكتاب الترمذي، حسن صحيح. وروينا في سنن أبي داود عن مسلم بن الحارث التميمي الصحابي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسر إليه فقال: إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقلت كذلك فإنك إن مت من يومك كتب لك جوار منها. وروينا في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه وكتاب ابن السني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وروينا فيه عن صهيب رضي الله عنه، هذا صهيب الصحابي سابق الروم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء، فقلت: يا رسول الله، ما هذا الذي تقول؟ قال: اللهم بك أحاول، وبك أصاول، وبك أقاتل. والأحاديث بمعنى ما ذكرته كثيرة، وسيأتي في الباب الآتي من بيان الأذكار التي في أول النهار ما تقر به العيون إن شاء الله تعالى. وروينا عن أبي محمد البغوي في شرح السنة قال: قال علقمة بن قيس: بلغنا أن الأرض تعج إلى الله تعالى من نومة العالم بعد صلاة الصبح، والله أعلم. ويكمل القراءة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الدسوقي اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد. فبالإسناد المتصل إلى الإمام النووي نكمل القراءة. قال: باب ما يقال عند الصباح والمساء. اعلم أن هذا الباب واسع جدا، ليس في الكتاب باب أوسع منه، وأنا أذكر إن شاء الله تعالى فيه جملاً من مختصراته، فمن وفق للعمل بكلها فهي نعمة وفضل من الله تعالى عليه وطوبى له، ومن عجز عن جميعها فليقتصر على مختصراتها على ما شاء ولو كان ذكراً واحداً. والأصل في هذا الباب من القرآن العزيز قول الله سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. قال أهل اللغة: الآصال جمع أصيل، وهو ما بين العصر والمغرب. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال أهل اللغة: العشي ما بين زوال الشمس وغروبها. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. قال: وروينا في صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. معنى أبوء: أقر وأعترف. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة
لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي رواية أبي داود: سبحان الله العظيم وبحمده. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن خبي بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فقلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول: سمع سامع أو سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. قال القاضي عياض وصاحب المطالع وغيرهما: سمع بفتح الميم المشددة، ومعناه: بلغ سامع قولي هذا لغيره، تنبيها على الذكر في السحر والدعاء في ذلك الوقت. وضبطه الخطابي وغيره: سمع بكسر الميم المخففة. قال الإمام أبو سليمان الخطابي: سمع سامع معناه شهد شاهد، وحقيقته ليسمع السامع وليشهد الشاهد على حمدنا لله تعالى على نعمته وحسن بلائه. وروينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. ذكره مسلم متصلا
بحديث لخولة بنت حكيم رضي الله عنها هكذا، ورويناه في كتاب ابن السني، وقال فيه: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا لم يضره. وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورويناه نحوه في سنن أبي داود من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، علمنا كلمة نقولها إذا أصبحنا وإذا أمسينا واضطجعنا. فذكره وزاد فيه بعد قوله وشركه: وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم وشركه روي على وجهين، أظهرهما وأشهرهما بكسر الشين مع إسكان الراء من الإشراك، أي ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى. والثاني شركه بفتح الشين والراء، أي حبائله ومصائده، واحده شركة بفتح الشين والراء وآخره هاء شركة. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا لفظ الترمذي. وفي رواية أبي داود: لم تصبه فجأة بلاء. وروينا في كتاب الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله تعالى أن يرضيه. في إسناده سعيد ابن المرزبان أبو سعد البقال بالباء الكوفي مولى حذيفة بن اليمان، وهو ضعيف باتفاق الحفاظ. وقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، فلعله صح عنده من طريق آخر. وقد رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، فثبت أصل الحديث ولله الحمد. وقد رواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين وقال: حديث صحيح الإسناد. ووقع في رواية أبي داود وغيره: وبمحمد رسولا، وفي رواية الترمذي: نبيا. فيستحب أن يجمع الإنسان بينهما فيقول: نبيا ورسولا،
ولو اقتصر على أحدهما كان عاملاً بالحديث. وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يضعف عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قال من قالها ثلاثًا أعتق الله تعالى ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعًا أعتقه الله تعالى من النار. وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يضعف عن عبد الله بن غنام بالغين المعجمة والنون المشددة البياضي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشرب ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وروينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع: يعني الخسر. قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث صحيح الإسناد. وروينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما بالإسناد الصحيح عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. وروينا في سنن أبي داود وابن ماجة بأسانيد جيدة عن أبي عياش بالشين المعجمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. وروينا في سنن أبي داود بإسناد لم يضعف عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا،
وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. وروينا في سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها حين تصبح ثلاثاً وثلاثاً حين تمسي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. وروينا في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، أدرك ما فاته في يومه ذلك. ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. لم يضعفه أبو داود، وقد ضعفه البخاري في تاريخه وفي كتابه كتاب الضعفاء. وروينا في سنن أبي داود عن بعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها فيقول: قولي حين تصبحين: سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح. ويكمل القراءة الأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد خير المتقين وسيد الذاكرين وإمام العابدين، وعلى صحابته الطيبين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فبالإسناد المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: وروينا في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت، فأذهب الله تعالى همي وقضى عني دين. قال: ورأينا في كتاب ابن السني بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين،
قلت كذا في كتابه ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو غير ممتنع، ولعله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جهرا ليسمعه غيره فيتعلمه، والله أعلم. قال: ورأينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحاً وأوسطه نجاحاً وآخره فلاحاً يا أرحم الراحمين. ورأينا في كتابي الترمذي وابن السني بإسناد فيه ضعف أو ضعف عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من سورة الحشر، وكل الله تعالى به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. ورأينا في كتاب ابن السني عن محمد بن إبراهيم عن أبيه رضي الله عنه قال: وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأمرنا أن نقرأ: إذا أمسينا وإذا أصبحنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فقرأنا فغنمنا وسلمنا. ورأينا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوة: إذا أصبح وإذا أمسى، اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر. ورأينا فيه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ تقولي: إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم، بك أستغيث فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رأينا فيه بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الآفات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: إذا أصبحت بسم الله على نفسي وأهلي ومالي، فإنه لا يذهب لك شيء. فقالهن الرجل فذهبت عنه الآفات. ورأينا في سنن ابن ماجه وكتاب ابن السني عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال: اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً. قال: ورأينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة 3 مرات: إذا أصبح وإذا أمسى، كان حقا على الله تعالى أن يتم عليه نعمته. ورأينا في كتاب الترمذي وفي كتابي الترمذي وابن السني عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صباح يصبح العباد فيه إلا مناد ينادي سبحان الملك القدوس، وفي رواية ابن السني: إلا صرخ صارخ: أيها الخلائق سبحوا الملك القدوس. رأينا في كتاب ابن السني عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح وإذا أمسى: ربي الله توكلت عليه، لا إله إلا هو عليه توكل، وهو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ثم مات، دخل الجنة. رأينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قال: ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال: كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد وهبت نفسي وعرضي لك، فلا يشتم من شتمه، ولا يظلم من ظلمه، ولا يضرب من ضربه.
وروينا فيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما همه من أمر الدنيا والآخرة. ورأينا في كتاب الترمذي وابن السني بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأ بهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. فهذه جملة من الأحاديث التي قصدنا ذكرها، وفيها كفاية لمن وفقه الله تعالى، نسأل الله الكريم التوفيق للعمل بها وسائر وجوه الخير. قال: ورأينا في كتاب ابن السني عن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق؟ لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حين يصبح. اللهم حتى يصبح، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. رواه من طريق آخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وفيه أنه تكرر مجيء رجل إليه يقول: أدرك أدرك دارك فقد احترقت، فقد احترقت، وهو يقول: ما احترقت، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح هذه الكلمات، وذكر هذه الكلمات، لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكره. وقد قلتها اليوم، ثم قال: انهضوا بنا. فقام وقاموا معه، فانتهوا إلى داره وقد احترق ما حولها ولم يصبها شيء. باب ما يقال في صبيحة الجمعة. اعلم أن كل ما يقال في غير يوم الجمعة يقال فيه، ويزداد استحباب كثرة الذكر فيه على غيره، ويزداد كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ويستحب الإكثار من الدعاء في جميع يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس رجاء لمصادفة ساعة الإجابة، وقد اختلف فيها على أقوال كثيرة، فقيل هي بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، وقيل بعد طلوع الشمس، وقيل بعد الزوال، وقيل بعد العصر، وقيل غير ذلك. والصحيح بل الصواب الذي لا يجوز غيره ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن يسلم من الصلاة. باب ما يقول إذا طلعت الشمس. ورأينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس قال: الحمد لله الذي جل لنا اليوم عافيته وجاء بالشمس من مطلعها، اللهم أصبحت أشهد لك بما شهدت به لنفسك، اللهم إني أشهد لك بما شهدت به لنفسك، وشهدت به ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت القائم بالقسط، لا إله إلا أنت العزيز الحكيم، اكتب شهادتي بعد شهادة ملائكتك وأولي العلم،
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام. أسألك يا ذا الجلال والإكرام، أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا، وأن تعطينا رغبتنا، وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معيشتي، وأصلح لي آخرتي التي إليها منقلبي. ورأينا فيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه أنه جعل له من يرقب له طلوع الشمس، فلما أخبره بطلوعها قال: الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم وأقالنا فيه عثراتنا. باب ما يقول إذا استقلت الشمس. قال: ورأينا في كتاب ابن السني عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله تعالى إلا سبح الله عز وجل وحمده إلا ما كان من الشيطان وأعتاء بني آدم، فسألت عن أعتاء بني آدم فقال: شرار الخلق. ويكمل القراءة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالإسناد المتصل إلى الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في كتابه الأذكار قال: باب ما يقول بعد زوال الشمس إلى العصر. قد تقدم ما يقوله إذا لبس ثوبه، وإذا خرج من بيته، وإذا دخل الخلاء، وإذا خرج منه، وإذا توضأ، وإذا قصد المسجد، وإذا وصل بابه، وإذا صار فيه، وإذا سمع المؤذن والمقيم، وما بين الأذان والإقامة، وما يقوله إذا أراد القيام للصلاة، وما يقوله في الصلاة من أولها إلى آخرها، وما يقوله بعدها. وهذا كله يشترك فيه جميع الصلوات. ويستحب الإكثار من الأذكار وغيرها من العبادات عقب الزوال، لما رويناه في كتاب الترمذي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال الترمذي: حديث حسن. ويستحب كثرة الأذكار بعد وظيفة الظهر لعموم قول الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال أهل اللغة: العشي من زوال الشمس إلى غروبها. قال الإمام أبو منصور الأزهري: العشي عند العرب ما بين أن تزول الشمس إلى أن تغرب. باب ما يقوله بعد العصر إلى غروب الشمس. قد تقدم ما يقوله بعد الظهر والعصر كذلك. ويستحب الإكثار من الأذكار في العصر استحباباً متأكداً، فإنها الصلاة الوسطى على قول جماعات من السلف والخلف. وكذلك تستحب زيادة الاعتناء بالأذكار في الصبح، فهاتان الصلاتان أصح ما قيل في الصلاة الوسطى. ويستحب الإكثار من الأذكار بعد العصر وآخر النهار أكثر. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال.
وقال تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد تقدم أن الآصال ما بين العصر والمغرب. قال: وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 8 من ولد إسماعيل. باب ما يقول إذا سمع أذان المغرب. قال: روينا في سنن أبي داود والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، اغفر لي. باب ما يقوله بعد صلاة المغرب. قد تقدم قريبا أنه يقول عقب كل الصلوات الأذكار المتقدمة، ويستحب أن يزيد فيقول بعد أن يصلي سنة المغرب ما روينا في كتاب ابن السني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة المغرب يدخل فيصلي ركعتين، ثم يقول فيما يدعو: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. قال: وروينا في كتاب الترمذي عن عمارة بن شبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 على إثر المغرب بعث الله تتعالى له مسلحة يتكفلونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 موجبات، ومحى عنه 10 موبقات، وكانت له بعدل 10 مؤمنات. قال الترمذي: لا نعرف لعمارة بن شبيب سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وقد رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة من طريقين، أحدهما هكذا، والثاني عن عمارة عن رجل من الأنصار. قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: هذا الثاني هو الصواب. قال: قلت: قوله مسلحة بفتح الميم وإسكان السين المهملة وفتح اللام وبالحاء المهملة، وهم الحرس. باب ما يقرأه في صلاة الوتر وما يقوله بعدها. السنة لمن أوتر بثلاث ركعات أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد، والمعوذتين. فإن نسي سبح في الأولى أتى بها مع قل يا أيها الكافرون في الثانية، وكذا إن نسي في الثانية قل يا أيها الكافرون أتى بها في الثالثة مع قل هو الله أحد والمعوذتين. قال: وروينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما بالإسناد الصحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الوتر قال: سبحان الملك القدوس. وفي رواية النسائي وابن السني: سبحان الملك القدوس 3. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك،
وأعوذ بك من لا أحصي ثناء علي، أنت كما أثنيت على نفسك. قال الترمذي: حديث حسن. باب ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآيات. قال: وروينا في صحيح البخاري رحمه الله من رواية حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. قال: ورويناه في صحيح مسلم من رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 وفي رواية التسبيح 34 وفي رواية التكبير 34. قال علي: فما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.